النجاح. حليفكم حليف. إذا آمنا بالحريات ودائما كنت أحكيها أن الحرية المسؤولة، أي رأي عام يعني عربي تمثل فئات معينة أو جهود، والاختلافات يعني ربما على قضايا بسيطة، وعندنا المجال الاجتماعي في التربية في التعليم في الدعاية داخلية. مهرجان الأردن للإعلام العربي باقي على أهدافه التي أنشئ من أجلها، لكن هذا العام ونتيجة لهذه الجائحة كان لابد من ولظروف أخرى أن نغير أو نضيف بعض الأشياء. تعرفوا الظروف التي مرت بالأمة العربية وخاصة يعني بعهد فترة ترامب وتأثيرات على فلسطين ومحاولة تذويب الهوية خاصة بالقدس، ونحن بالنسبة لنا في الأردن كما في العالم العربي هذه بالنسبة لنا هي القضية المركزية والقضية الأساس والقضية التي لا نحيد عنها. وبالتالي مع أن القدس كانت موجودة دائما في كل مهرجاناتنا السابقة، إلا أن هذه الدورة سميت دورة القدس حتى نقول للإعلاميين الأردنيين والعرب أنه إحنا دائما نبحث عن كل ما يدعم هذه القضية، ويوجد عندنا مشاركة محترمة وفاعلة من إخواننا في فلسطين كما هو موجود من الأردن والعالم العربي. عن الحريات، لكن هذا الموضوع يعني في جهات مختصة. إذا آمنا بالحريات ودائماً كنت أحكيها. سابقاً كنا نطرح عدة محاور بكل مهرجان، لكن كانت حتى نفرش قاعدة عريضة للإعلام العربي. الآن وصلنا إنه نطرح قضايا متخصصة بكل مهرجان، وهذا العام يعني حددنا بالضبط قضية القدس في الإعلام و. في الدبلوماسية وفي المواثيق الدولية وأيضا ظروف الاحتلال اللي تحكمها. يعني القدس هي أمنا الكبيرة التي للأسف الشديد منذ عام 1948 والقضية الفلسطينية لم تعد اليوم هي القضية الأم بالنسبة لقضايا الأمة العربية، وذلك بسبب وجود الإمبريالية والصهيونية التي حاولت جاهدة أن تسيطر على مقدرات الأمة العربية. ويأتي مؤتمر القدس للإعلام العربي هو دعوة إلى كل شرفاء الكلمة أن يقولوا كلمة حق بهذه المناسبة الكبيرة والعظيمة. Thank you.